ما بعد الوليمة، تغريدة القصقوصة تكشف المخفي، والاتحادية تتريث في دعوى الإطار. اتعودناها من زمان، اللي يثقل على بغداد يخف عن نجف، بس هالمرة الحمل على الحنانة، لأنه الاتفاق هيج صار. الغداء ببيت هاد العامري، أما العشاء يم مقتدى الصدر. والسؤال هو، هل تستطيع الحنانة تخفيف الحمل؟ خلينا نشوف. قبل لا أروح للحنانة، ضروري نعرف الآتي. اللي أقنع الغريمين بالاجتماع هما ثلاث شخصيات، وثلاث شخصيات رفيعة جداً، رمز نجفي وشخصية قضائية، والثالث هو إسماعيل قاآني اللي ضغط على قوى الإطار. بالنتيجة السيد مقتدى راح، بس الظاهر روحته ما كانت من كل قلبه، لهذا كان الجو متوتر والحضور كأنه على رأسهم الطير. السيد بقى قاعد بعيد إلى أن دخل هادي العامري بيده، وما صارت مصافحات، مجرد السلام عليكم وعليكم السلام. اللي تسرب من الاجتماع مو هواي، مجرد عناوين، منها مثلا ان قوى الاطار قايلين للسيد الصدر لا بأس شكل انت حكومة وحصتك بيها حصة الاسد، حدد برنامجك لمحاربة الفساد ونفذ كل رؤيتك، أخذ كل شيء واترك لنا حق التوافق على رئيس الوزراء، اللي ما لازم تنفرد بترشيحه لحماية المذهب. عدا هاي، هناك من قال أنه صاير نقاش حاد بين نور المالكي والصدر، أصواتهم مرتفعة وكادت تصير مشادة. أيضاً كان أكو جفاء واضح بين الصدر والشيخ قيس الخزعلي، وما تبادلوا أي حوار، وبالتالي لا الجليد ذاب ولا القلوب لانت، بدليل تصريحات الطرفين بعد الاجتماع. بالنسبة للسيد الصدر، بعد الاجتماع مباشرة عاد لقواعده سالما وسحب القصقوصة وكتب: الحكومة حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية. بالمقابل أطراف قوى الإطار رجعوا للتصعيد وكثفوا الحديث عن تزوير الانتخابات، وكأنهم يردون على الصدر: إذا أنت مصر على حكومة الأغلبية، معناها إحنا نواصل معركتنا التصعيدية، وإذا ما سوت لنا المحكمة الاتحادية حل، ندول القضية ونمنع عقد الجلسات ونعيق انتخاب رئيس الجمهورية اللي يحتاج 220 صوت، يعني نسويها مثل لبنان، ثلث معطل ونعرقل كل شيء إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. هسه نرجع للحنانة، واللي عرفناه بهالصدد أن قوى الإطار عندهم تحفظ على تفصيلة الذهاب بدون المرور بالسيد علي السيستاني. رأيهم أنه صعبة يوصلون للحنانة وما يزورون المرجعية. قادة الشيعة، معلوم موقف السيد السيستاني وهو ساد بابا بوجه السياسيين، لذلك يصير حرج كبير للجانبين، وعليه صار القرار بعدم ذهاب رؤوس القوم لا المالكي ولا العبادي ولا عمار الحكيم ولا الفياض ولا الخزعلي، كلهم ما راح يروحون، بل يروح وفد تفاوضي يمثلهم. ما المتوقع إذن؟ أكو شيء واضح،
الشيء الوحيد هو عدم التجديد للرئاسات الثلاثة الحالية. عدا هاي كل شيء قابل للنقاش والتصعيد. الصدر مصر على حكومة الأغلبية، وقوى الإطار مصرين على التوافق، وإلا يعطلون كل شيء. إذا مو بالشارع فداخل البرلمان نفسه. هسه وين رايحين؟ رايحين للحنانة، بس لحد يتوقع نلقى هناك حل قريب. بالعادة اللي يثقل على بغداد يخوف على النجف، في حين إحنا رايحين للحنانة اللي هي طرف بالصراع. هذه هي الخلاصة، فاوض وصعد واضغط، والشاطر هو اللي ياخذ أكثر وينطي أقل. حياكم الله. نسيت شغل حجي هاد العامري، بيتك حلو ومرتب والألوان جميلة، عاشت إيدكم ولك دخل بيهم، حاسدين عيشتك.